وللمزيد من المتابعة لهذه الاجتماعات ينضم إلينا الآن من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. أحمد أهلا بك، مخرجات هذه الاجتماعات نتابعها معك. مخرجات هذا الاجتماع هو الاتفاق على استمرار المشاورات والمباحثات بين اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية والوفد الليبي الممثل لمجلس النواب طرابلس، مجلس النواب في المنطقة الغربية في طرابلس، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية يوم الأحد المقبل للوصول إلى يعني صيغة توافقية والبناء على التوافقات والتفاهمات الراهنة بشأن وقف إطلاق النار للوصول إلى حل سياسي ليبي يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ومقدرات الشعب الليبي، ويضمن أيضا الوصول إلى توحيد المؤسسات السيادية الليبية والسلطة التنفيذية الليبية للوصول إلى حل شامل لهذه الأزمة. هذه اللقاءات تأتي في إطار الانفتاح المصري على التواصل والتشاور مع مختلف مكونات الشعب الليبي وأطراف الأزمة الليبية سواء من الشرق أو من الغرب، وتقريب وجهات النظر والرؤى بين مصر وأطراف الأزمة الليبية للوصول إلى صيغة تفاهمية تضمن الوصول إلى حل سياسي بعيدا عن التدخلات الخارجية وبعيدا عن الميليشيات المسلحة التي تعد يعني ركنا أساسيا في الأزمة الليبية. بالطبع الموقف المصري والرؤية المصرية في الأزمة الليبية واضحة، وهو ما عبرت عنه اللجنة المصرية بالأمس في اجتماعاتها، وهو أن الوصول إلى حل سياسي ليبي يضمن إخراج كافة الميليشيات المسلحة ووقف إطلاق النار والتمهيد لإطلاق عملية سياسية وفقا لمرجعية برلين. شكرا لك مراسلنا أحمد مهران، كان معنا من القاهرة.